بعد نفس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خالك السعد عودي حرة كالسحابة ولكن كيف 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 أنزع كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كبعض صرت فيه جليلا لن أميط غطائي رغم مر الجفاء شرع ربي كيف كيف أنزعه كيف أنزعه كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي جاءني بالورود ناصح ذو عودي رمة الحسن عودي للهنا والسعود جال فكري وحارا تارة بعد تارة بت أسأل نفسي هل أزيح الخمار ولكن كيف 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 أنزعه من يعيش في الهدايا لم يمل الغوايا رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شر ربه وليدم في العبادة وليدم كيف 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 أنزعه